نعم ناطق، لازلت في جانب الرصافة من بغداد في أحد مدارس منطقة الكرادة، وهي مدرسة رئيسية هنا مخصصة لوسائل الإعلام. حقيقة الملل قد تسرب إلى الموظفين في داخل المفوضية منذ بعد الساعة 12 وحتى هذه اللحظة لا يوجد حركة كبيرة بالنسبة للناخبين، لكن في الدقائق الأخيرة وربما في ربع ساعة الأخيرة شهد حركة نوعا ما في داخل المركز. التقرير النصف يومي الذي صدر بعد الساعة 12 ظهرا تحدث على أن نسبة المشاركة في داخل المركز لربما 8%، وهي نسبة قليلة نوعا ما، وربما زادت خلال هذه الدقائق، لكن حتى وإن زادت عن 8% هي بالتأكيد نتيجة غير مرضية بالنسبة للمطلعين على الواقع الانتخابي اليوم. أيضا هنالك شيء ملاحظ ناطق، أن أغلب الناخبين هم من كبار السن، يعني حقيقة غياب للطبقة الشابة بالنسبة يعني بالنسبة للناخبين وهو أمر مستغرب حقيقة. أغلب الناخبين هم من كبار السن، وبعضهم يتعرض إلى إحراجات بسبب عدم خروج البصمة نتيجة طبعا كبر في السن، لكن بشكل عام الأجهزة تسير وفق ما موضوع لها، لا يوجد أي خلل على مستوى الأجهزة. الاختبار الحقيقي للمفوضية يبدأ بعد الساعة 6 مساء، أي بعد إغلاق صناديق الاقتراع بعدما حدثت المشكلة في الاقتراع الخاص، و لم يتمكن الجهاز من إرسال النتائج عبر الأقمار الصناعية، وبالتالي تأخرت الإرسال حتى أكثر من 6 ساعات وهو الوقت المنصوص عليه في القانون، وبالتالي اضطرت المفوضية إلى اللجوء إلى العدوى الفرز اليدوي. بالتالي التحدي الأكبر هو بعد الساعة 6 مساء بعد إغلاق صناديق الاقتراع وانتظار النتائج الخاصة بالمحطات الموجودة في داخل هذه المراكز. تحدثت مع بعض أعضاء المفوضية الذين تواجدوا هنا، قالوا بأن لا يوجد أي خلل على مستوى الأجهزة العاملة، سواء كان صندوق الاقتراع أو حتى أجهزة التعرف على الأشخاص، ولا حتى عطل في أي كاميرا من الكاميرات الموجودة. طبعا المركز الذي نتواجد فيه في أكثر من 26 كاميرا، جميع هذه الكاميرات تعمل، وبالتالي ممكن العودة إلى الكاميرات في حال وجود أي شكوى من قبل أي طرف آخر. لربما خلال الساعتين المقبلتين يزداد العدد، على اعتبار أنه هناك تحشيد كبير عبر وسائل الإعلام وعبر رجال الدين وعبر أحاديث كثيرة تدعو الناخبين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والالتزام بالواجب الوطني الخاص بمجالس المحافظات، على اعتبار أنه هنالك 4 سنوات مقبلة لابد من وجود مجالس محافظات ولابد من وجود أعضاء على رأس محافظاتهم. وبالتالي لربما خلال الساعتين المقبلتين نشهد عدد كبير من الناخبين، على اعتبار أن المفوضية تحدثت أنه لا يوجد تمديد لوقت المفوضية، وبالتالي الساعة 6 مساء سوف تغلق الأجهزة بطريقة إلكترونية. وأيضا مددت عملية تسلم بطاقات الناخبين، هنالك الكثير من الناخبين حتى هذه اللحظة لم يتسلموا البطاقات الخاصة بهم، ويعني هذه كلها تسهيلات بالنسبة للمواطن. طيب علي، خلينا نأخذ البقية في هذه الساعة من التغطية. أحمد مؤيد، أنت في فندق رشيد، هل هناك أتى المزيد من المسؤولين في هذا المكان؟ نعم ناطق، يعني بتحديث سريع، بعض أعضاء مجلس النواب يعني توافدوا إلى فندق الرشيد، أدلوا بأصواتهم وأكدوا على نفس الحديث الذي أدلى به الشخصيات السياسية ورؤساء الكتل الذين حضروا صباح هذا اليوم. حثوا الناس على الخروج والمشاركة وانتهاز هذه الفرصة، يعتبرون مجالس المحافظات جزء داعم للحكومة المركزية، خصصت لها أموال. التقينا قبل قليل بأحد أعضاء اللجنة المالية النيابية، أكد بأنه خصصنا أموال لمدة 3 سنوات، أي بمعنى لا حجة لأي مجلس محافظة سيأتي بعد هذه الانتخابات. الكل ينتظر يعني خدمات، الكل ينتظر بناء مشاريع جديدة، تخصيصات مالية متوفرة ومتاحة، أي بمعنى الكرة بملعب الناخب، هكذا أراد النائب أن يوصل هذه الرسالة. إلى الآن هناك متسع من الوقت للمشاركة بهذه الانتخابات واختيار من يعتقد المواطن بأنه خير من يمثله بمجالس المحافظات. يعني الحديث بهذا الاتجاه، كل الحديث داخل فندق الرشيد إلى حث الناس وحث المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، إلى المراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، معتبرين أن هذه فرصة. نعم. الأجواء مناسبة، الخطط الأمنية تسير بانسيابية عالية، المفوضية يعني
يعني مستعدة لهذه الانتخابات منذ يعني منذ مدة طويلة، حتى وإن كان هناك بعض المشاكل التي حدثت بالاقتراع الخاص، لكن طيب كل الشخصيات السياسية التي تواجدت في فندق الرشيد هي داعمة ولديها ثقة بعمل المفوضية، بالتالي الكل ينتظر مشاركة أوسع. المفوضية تتحدث، قبل قليل تحدثت مع السيد عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الذي تواجد في فندق الرشيد منذ بداية الاقتراع، أكد بأنه الرقم الرسمي الذي يعني صدر عن مفوضية الانتخابات هي نسبة مشاركة إجمالية منذ السابعة صباحا إلى الآن بكل المحافظات وصلت إلى 17%. ينتظر يعني بحسب الكلام مع الدكتور عماد، قال إنه إحنا اعتدنا الناخب العراقي بكل المحافظات بكل انتخابات يعني باللحظات الأخيرة يلجأ إلى مراكز الاقتراع، ربما النسبة سترتفع بعد ساعة أو ساعتين، يعني بعد ساعتين يعني من الآن يعني سترتفع النسبة بهذا المركز ناطق بفندق الرشيد. سيكون هناك عملية عدوى فرز لهذا المركز لصناديق الاقتراع، سنوثق هذه إن شاء الله العملية ونوفيكم بالتفاصيل. حيدر البدري، يعني هل هناك مستجدات؟ هل هناك مؤتمر أو إيجاز أمني سيعقد بعد قليل؟ نعم ناطق، الحقيقة أنه يجب أن يكون هنالك مؤتمر أمني بحضور نائب قائد العمليات المشتركة هنا في مقر قيادة العمليات المشتركة. هذا المؤتمر بعد إغلاق الصناديق بعد السادسة مساء، لكن ربما الحدث الأهم خلال جولتنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وتواصلنا مع العديد من الأخوة هو النسبة المتدنية جدا في الإقبال على الانتخابات، خاصة لم يبقى من الوقت الكثير، لم يبقى إلا ساعتين. الكل يتحدث عن أنه ضعف الإقبال في المراكز الانتخابية سواء في بغداد أو في المحافظات، رغم أنه من الناحية الأمنية وهو ما جئنا إليه هنا أنه جميع المراكز هي مؤمنة بشكل جيد، الخطة الأمنية لم يكن فيها قطع للطرق، بالعكس كان السير بانسيابية، لذلك يعني هنالك أنه ضعف كبير ومؤشر واضح، توقعنا أنه لما يدفئ الجو قليلا أنه ممكن يتوجهون، لكن يبدو أنه يعني لا يوجد إقبال، يبدو أن لا نعلم هل هي أنه كفة المقاطعين للانتخابات قد رجحت أو أنه للآخرين أيضا آراء أخرى بموضوع انتخابات مجالس المحافظات، لكنها للمرة الأولى التي تكون فيها نسبة التصويت الخاص أعلى بكثير من نسبة الاقتراع العام ناطق. إذن حيدر البدري، علي أسد، أحمد مؤيد من بغداد، ونبيل عزاي من الأنبار، وعلي العنبقي من ديالى، شكرا جزيلا لهذه الجهود التي ستستمر طبعا معكم إن شاء الله لمعرفة كل المستجدات عن هذا اليوم، شكرا جزيلا.